أولى فقراتنا لليوم رح نحكي عن المهارة. المهارة يلي هي كلمة بتعبر عن القدرة على الإنجاز، فهي مبنية على معلومات أساسية بمجال محدد وتم توظيفها لأداء مهمة معينة، ومع الممارسة تصبح المهارة هي كفاءة، وهي متغيرة ومتجددة ويمكن تنميتها وتطويرها، كما يمكن أن تضعف وتتلاشى مع قلة الاستخدام. رح نحكي أكثر عن المهارات، كيف نحن بنقدر ننمي مهاراتنا أكثر مع الدكتور عمار دلول، اختصاص موارد بشرية. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. خلينا بالبداية يمكن نعرف المهارات قبل ما نحكي عن تطويرها، لأنه كثير بنسمع أنه أنا عندي قدرات وعندي مهارات بس لازم بالأخير فعلا أصقلها وطورها. تمام. هلأ المهارة بالمبدأ هي شيء له علاقة بنوع من أنواع، بتبلش بنوع من أنواع الهوايات عادة. يعني المهارة تلاقي حدا بتلاقي بيكون بالبيت أو مع أصدقائه بيمارس شيء معين، أو مثلا بمكان معين بيمارس حرفة معينة، أو بيمارس نوع من أنواع الشيء الفكري المعين. بتلاقي إذا كان عم نحكي عن شيء رياضيات ما بعرف شيء. فاليوم المهارة بتبلش عادة من هواية بسيطة بيكتسبها الشخص غالبا بالفطرة، بيطورها شوي شوي لما بيصير بيشتغل على الهواية هاي. هلأ اليوم المهارة بحد ذاتها ما بتكون مكتملة بالشكل الكامل إلا إذا اشتغلنا عليها لنحولها لشيء نستفيد منه. نعم. خلينا لكان نتعرف شو هي أنواع المهارات، يعني أو أيمت الشخص بيقول أنا بمتلك مهارة، وأيمت في الشخص اللي بيمتلك مهارة يقدر يطور هاي المهارة. عادة المهارات بيقسموها لنوعين، مهارات بيسموها hard skills أو مهارات يعني صلبة، وsoft skills هي المهارات الناعمة. المهارات الصلبة هي شيء له علاقة بكل شيء ممكن يؤدي إلى نوع من أنواع العمل. وبالتالي اليوم مثلا إذا أنا عم بشتغل على حرفة معينة، أو مثلا بشتغل صيانة قصة ما بعرف أشياء، أو على شيء خدمي معين، أو على شيء فكري معين، هي مهارة صلبة. هذا لأنه ممكن أنا إذا اشتغلت عليها وصقلتها وحولتها لنوع من أنواع الكفاءة وردفتها بشيء اسمه كواليفيكيشن أو مؤهلات، يعني درست هذا الموضوع، فممكن كامله لتطلع شيء منتج كتير مهم اشتغل فيه بشكل عمل. بينما المهارة السوفت أو السوفت سكيلز اللي هي المرنة أو بس ما بعرف خلينا نسميها ناعمة، هي الشيء له علاقة بالذكاء العاطفي، اللي هو له علاقة بالتواصل، له علاقة بآلة التعامل مع الآخرين، له علاقة بشيء من أنواع الشيء التواصل المجتمعي. طيب يمكن كتير ليا بنسمع هي الجملة إنه أنا يمكن أنا ضيعت 5 سنين من عمري بمكان يمكن ما قدم لي أو ما كتير استفدت من هالتجربة، أو فعلا العمل بهي المؤسسة أو هيدا المكان كان بالنسبة إلي مش بيطور مهارات، لا بالعكس بيجمدها. كيف فيني أنا استفاد من هاي التجربة؟ يعني ما تكون أنا بالإضافة للتجربة اللي أنا خايطتها مش كويسة أو مش ناجحة كمان زيدة على نفسي، كيف فينا نستثمر هاي التجارب ونقول لا فينا يكون فيها جزء إيجابي أو جزء لتطوير فعلا مهاراتنا في المستقبل؟ هلا بالمبدأ ما في شيء بيعطيك زيرو إنكم، يعني إذا صحيح. كنا عم نشتغل وين ما كنا شو ما كانت الوضع ما في شيء مردوده علينا حيكون صفر. في مردود، هلا بجوز المردود لا يعني لا يتوازن مع الطموحات والتطلعات تبع الشخص، ولكن آخر شيء في مردود. هلا هذا المردود لحتى قيمه أول شيء، يعني أنا اليوم لحتى أقول إنه استفدت أو ما استفدت بدي قيم المردود، فلقيمه بدي حط نوع من أنواع الجدول على الأقل بيني وبين حالي، شوف أنا المهارات اللي كانت عندي وقت باشرت بهذا العمل، والمهارات اللي صارت عندي بس خلصت من هذا العمل أو قررت أنت إنه هذا العمل أو طور هذا العمل إذا كنت عم تشتغل لصالحك كمؤسسة فردية. وبالتالي هون بيطلع معي بيناتهم المهارة اللي اكتسبتها بهذه الفترة. هلا هاي المهارة إذا كانت تساوي الهواية اللي أنا بحبها، عم بشتغل بشيء أنا بحبه، وزائد ردفتها بنوع من أنواع الدورات المؤهلات درست عليها اشتغلت عليها، ممكن نساوي نوع من أنواع التطوير. ساعتها بقول أنه أنا فيني استفيد من الشيء حتى لو هو شوي من هالفترة اللي أنا عم بقول أنه ما استفدت منها، لحتى أطلع شيء منتج جديد أو فكرة جديدة أو
مهارة جديدة اقدر اروح على مكان ثاني مؤسسة ثانية او بنفس المؤسسة طور سلم الوظيفي فيها. نعم كثير في هلا من الشباب والصبايا مقبلين على سوق العمل ولكن هن ما بيمتلكوا المهارات المطلوبة لسوق العمل. اليوم كيف فينا نطور مهاراتنا؟ كيف فينا نكتسب المهارات؟ وين نتجه؟ لمين نلجأ؟ تمام. حقيقة هو أهم شيء أول شيء نرجع لذاتنا بالمبدأ، لأنه أنا بدي أقعد بيني وبين حالي، حط ورقة وقلم، دائما بذكر قصة الورقة والقلم أنا، وبلش فكر بشو ممكن أنا أقدم بمهاراتي الشخصية، يعني مثلا هل ممكن تكون القصة عبارة عن مهارات يمكن شيء له علاقة بشيء شخصي مثل مهارات رياضية، غنى، ما بعرف أشياء، أو لا هي مهارات حرفية بحس حالي إنه أنا يمكن إذا اشتغلت بالموبايلات مثلا بقدر أنجز أعمل شيء، أو إذا عم نحكي على مستوى إنه أنا متعلم شيء، يعني كنت عبارة عن جامعي، شو الشيء اللي عامله بالدراسة شو بقدر يتقاطع مع شيء أنا بحبه، لأنه ما في شيء اختصاص إلا بتقاطع مع عدة مهارات معينة. هون لما بساوي هذا التقاطع بيطلع معي نوع من أنواع أنه شو ممكن أقدم كمهنة استفيد منها على نطاق العمل وطور مهارتي. هون أهم محل إلجأ له هو الإنترنت حقيقة، لأنه أنا حدور على الإنترنت شو في كتب أو دورات أو أشياء أقدر أقرأها أو فيديوز بجوز يوتيوب تطور هاي المهارة اللي هي أنا قاطعتها مع مؤهلاتي إذا كانت صغيرة والقليلة ولا عالية، قاطعتها مع تاريخ اللي أنا بشوفه أنه كيف بقدر أقدم أشياء. بثقف نفسي وبعلم حالي حتى اوصلها لمرحله العمل. هلا على التوازي بكل الانواع المهارات وكل انواع كواليفيكيشن وكل انواع اختصاصات لازم طور المهارات الناعمه او السوفت سكيلز اللي هي لها علاقه مهارات التواصل، مهارات البرزنتيشن العرض، مهارات عمليا الكوميونيكيشن سكيلز، وبالتالي هي مليان منها فيديوز وكتب على الانترنت ويمكن اقدر احضرها شو ما كان قصاصي، اذا كنت انا عم بشتغل بشيء حرفي ولا خدمي ولا فكري ولا شو ما كان لازم يكون عندي المهاره، لانه يمكن احيانا بروح عند حدا كثير مؤهله العالي مهم وبدي احكي معه بشيء فبلاقي انه برجع انا لما بطلع شو بقول ما بيعرف يحكي او ما بيعرف يتواصل، او بتلاقي ببلش بقى هاي من الداخل طلع واحد بتوتر منه. واحيانا بروح عند حدا بجوز يمكن عم يمارس حرفه بسيطه او مكان بسيط او محل بسيط، يمكن محل تقديم شيء بسيط جدا او عربايه على الطريق، بس بتلاقي الشخص بس تخلصي انه بتقولي قديش منيح خلاني اتعامل معه خلاني بعرف شو حبيته. هاي سوفت سكيلز هون بدي اشتغل عليها شو ما كنت، يعني مين ما كنت وكيف ما كنت ومؤهلاتي كيف ما كانت. نعم. طيب خلينا نحكي، يمكن نقول اليوم عم نشوف توجه سوق العمل اختلف، يعني كله باتجاه يمكن التكنولوجيا والسوشيال ميديا، وبسبب جائحة كورونا نوعا ما كمان هيدا شيء انتشر بشكل صحيح. كبير ومكثف. كيف فيني أنا ركز على المهارات اللي بتخدم سوق العمل بهيدا المجال؟ صحيح. لأنه كتير من الناس يمكن ما عم تلاقي فرص عمل وتمتلك شهادات بس بنفس الوقت ما عندها الخبرة الكافية، كيف فيني أنا أقول له أنه هاي من أهم المهارات اليوم اللي فيني ركزها؟ يعني في ناس بتمسك ورقة وقلم بس هي ما بتعرف شو المهارة اللي هي لازم تركز عليها، أنا شو فيني اليوم أشتغل؟ حياة لك شيء اليوم خلينا نطلع من فكرة أنه أنا اليوم ما بعرف، إذا على الأقل إذا أنا ما قدرت سيطر على ذاتي أعرف أنا شو ممكن أقدم، وبالتالي ولا حدا حيقدر ينصحني أنه شو بقدر أقدم، ولكن أنا ممكن أحصر حالي ببعض الخيارات، يعني أقول أنه أنا مثلا ممكن يا ترى أشتغل بالتسويق الإلكتروني على الفيسبوك، ولا أشتغل بموضوع أنه أسوق لحدا تاني، ولا أشتغل أنه أنا لاقي منتج ساوي يمكن بإيدي وبعدين لاقي له طريقة سوقه على الفيسبوك أو ما بعرف انستول ما بعرف التسويق الإلكتروني اللي صاير، إذا كنت عم بحكي عن أشياء التكنولوجيا اللي هي دارجة هلأ بالسوشيالز والقصص. فهون متى ما طلعت معي عدة تقاطعات ساعتها ممكن ألجأ لحدا حسه أنه هو بالنظام الخبير، يعني أعتبره خبير وإجي قل له أنه أنا عم فكر قاطع هاي وهي وهي شو ممكن ساوي. أما البداية الصفر لازم يكون من عندي. هلأ إذا أنا حاسس حالي ما قادر اخذ خيارات ممكن فوت على الريسيرش اعمل على جوجل، وما حدا اليوم عم يستعمل انترنت بالحد الادنى واقرا عن شيء اسمه مهارات العمل، يعني في شيء اسمه مهارات العمل، في نوع من انواع الماتريكس التقاطعات اللي ممكن هي جاهزه اقعد بتعطيكي افكار كيف تفكري وتطلعي من ذاتك مهاره ممكن الاعتماد عليها. هون بلجا بقى لتطويرها او بسال او بعمل اي شيء. هلا بالنسبه لقطاع التكنولوجيا بالحد الادنى الكل صار يستعمل التكنولوجيا صحيح،
بدون استثناء، لأن هي عبارة عن ترند. هذا الترند تطور مع التطور التكنولوجي وبلا شعور تطور العالم معه. يعني مثال إذا كنا نحن بالبدايات الواتساب كان يمكن لا للي تسألي عندك واتساب لتعرف تحكي، مع الوقت صار الانتشار التكنولوجي اللي وصلت لمحل انه بتلاقي صاحب حرفة بسيطة او عامل بتلاقي هو بدق له بيقول لك حبعت لك على الواتساب، وبالتالي بتتطور القصة التكنولوجي مع الوقت. فأنا برأيي التكنولوجي عن لازم تكون هي رديف لكل الأشخاص، مو هي تارجت. يعني ما أنا هدف انه انا اتعلم والله كيف بدي اتعامل مع التكنولوجي والسوشيال، بينما هي رديف. يعني ممكن لازم يكون اذا كان دكتور ولا كان صاحب حرفه ولا مين ما كان لازم الرديف تبعه. يعني اذا كنت عم تعمل مع دكتور وهو بتلاقيه لما تحكي بيقول لك والله ما بعرف استعمل واتساب او كذا، بتحسيه هو بعيد عن عالم الحداثه والتكنولوجي. بجوز صاحب حرفه يكون بيستعمل التكنولوجي تلاقيه انه قريب. فاليوم هي اتس ماست، يعني هي ما في مجال غير ما نكون عم نتعامل معها بغض النظر عن المهنه اللي انا بستعملها. تماما. طب نحن كيف بنعرف انه نحن عندنا مهاره؟ يعني انا شخص عادي كيف بعرف انه عندي مهاره؟ حقيقه هو اللي قال لك شو ادنى حد بتاخذيه لتعرفي المهاره هي الفيدباك. الفيدباك وانت قاعده مثلا مين بيقيم لي هذا الفيدباك؟ انت بتقيميه بطريقه معينه. يعني انا مثلا قاعد بين اصحابي بالعيله بيقول لك مثلا لو فرضنا بيقولوا عمار مثلا لكو رسمه شو حلو مثال، تمام. بيجي حدا من الفيد من العيله عم يحكي او من الاصحاب عم يحكي عن مهاره معينه انا بمارسها، هون يمكن تضوي لي فكره انه انا اذا اشتغلت على المهاره بقدر اعمل شيء. طيب بيجي بروح انا بدور على شيء بقرا بقول انا كيف ممكن اطور مهاره الرسم تبعي، شو الانواع الموجوده، شو الكتب الموجوده، شو الدورات الموجوده، شو ممكن استفيد منها. هل انا بروح باتجاه صير صمم شيء يمكن لحتى اطور مهاره اقدر اوصل فيها لاعمل فن عن جد، ولا لا ممكن تكون عباره عن شيء يردف شيء ثاني، مثلا اعمل شيء يعني عمل على تي شيرت مثلا، او لا طورها لحتى فوت على دورات فوتوشوب واقعد ساوي هذا الحكي بحرفه بحرفه تكون هي مصمم على الفوتوشوب لصالح شركات. فاليوم هون بتبلش القصه، اول مرحله من الفيدباك. اليوم صدقيني ما في حدا ما بيعرف انه عنده شيء، على الاقل من الكومنتس اللي بتجي انه انا والله صوتي حلو، انا بعرف صلح السياره، انا لي مراقب السيارات، انا لي مراقب الموبايلات، انا كذا. يعني في كثير مهارات بيمتلكها البني ادم هي فطريه. فهو عاده مثلا الفيدباك اللي عم يجي، وهنا اللي جيت انا قلت انه بنمسك ورقه وقلم، قاطعون على ورقه وقلم انه والله انا اي صاحبي كل ما حدا بده يساوي موبايله بيجي لعندي. دائما بالعيله في واحد تلاقي كل العالم تطيب، يعني كل واحد عنده ميزه معينه. وبالتالي اليوم هي مهاره، فانا بسجلها وبشتغل عليها اذا بدي اطورها، شو ممكن اعمل منها ناتج، شو ممكن اروح فيها. بس يمكن كمان نحن كثير من الناس يمكن عم تشوفنا عم تتابعنا بتقول هذا الحكي حلو بس فعليا ما عم اقدر طبقه ضمن الظروف المحيطه او الظروف الاقتصاديه الصعبه او يمكن الظروف الاجتماعيه بشكل عام عند الكل خلال سنوات الحرب كانت مختلفه. كيف فيني فعلا انا استغل هاي المهاره؟ يعني هلا قلت انه انا ممكن امسك ورقه وقلم وسجل هاي المهاره، قلنا انه ممكن فعلا المحيط بيقول لك فلان شاطر بالسيارات، هي بتحكي حكايات حلوين، هذا فعلا ما بعرف انا نزل تطبيقات بعطيه لاخي نزل تطبيق. انا فعلا كيف فيني استغل هي المهاره؟ يعني كيف فيني انا فعلا طورها واستغلها لكل الشباب اللي عم يشوفونا؟ لانه في نسبه كثير من الشباب عم تقول انه فعلا انا حابه اعمل شيء خصوصا لإلي. يعني بتلاقي في طالب الجامعه اليوم عم يدور على شغل، حابب يكون معيل لاسرته، يامن معيشته، يكون كمان يامن مصروفه اليوم. هي بنرجع فيها بقى للي حكيتي من شوي تكنولوجي. يعني اليوم اذا انا عندي فيني استغلها بشكل كبير، فانا اليوم اذا عندي اكس على الانترنت كلها انا اكس على الانترنت طبعا، وبالتالي اليوم فيني ارجع في حال اذا انا الظروف عندي محيطه ما انا مواتي لطور هي المهاره، مثلا طالب جامعه وظروفه المحيطه ما انا مواتي لحتى يطور هي المهاره ويتكلف عليها ويعمل شيء، فممكن يطورها من خلال الانترنت. فانا اليوم اذا بطورها من خلال اللي انه قرايه وفيديوز والى اخره، ومن ثم بسوقها نفس المهاره من خلال التكنولوجي. فانا مثلا اذا على الفيسبوك رحت، اذا على الفيسبوك قلت انه والله انا عندي بقدر ارسم لاي شركه بدها تعمل ما بعرف شو، بقدر اقدم دروس اونلاين لما بعرف شو، بقدر اعمل اذا كنت انا عم بحكي عن مثلا عن حدا عم يدرس طالب جامعه وحاب يقدم شيء كمهاره معينه، هو شاطر بماده معينه، فممكن استعمل هون السوشيال ميديا لسوق هاي الخدمه اللي انا بدي اقدمها او الحرفه اللي بدي اقدمها او ما بعرف شو اللي بدي اقدمه او الاستشارات اللي بدي اقدمها لحتى اعمل منها فيدباك مصاري. فاليوم فكره انه الظروف صعبه
وما عندي كذا، هي فكرة سلبية بالكامل. لأنه اليوم والمحيط كله صاير حياة معك بالمجمل سلبي مزبوط، ولكن حتى لو المحيط كامل سلبي اليوم إذا ما تفاءلنا ما رح يمشي الحال. تمام، هيك عم نحاول نعطي خيارات قد ما فينا، يعني نستفسر عن كل التفاصيل. فاليوم بدنا نحن دائما نعتبر اليوم نقطة الصفر، ما في شيء بدنا نبلش. صحيح، شو بدنا نعمل حتى نبلش؟ بدنا نشوف التولز اللي بين ايدينا. شو التولز بين ايدينا اليوم؟ ما عندنا مثلا انا كطالب يمكن ما عندي غير الانترنت لانه ما علي قادر ولا شيء اقدم ولا شيء. اوكي، شو بقدر استفيد من الانترنت اللي حوالي لحتى اقدم مهارتي؟ كيف فيني اعمل صفحه؟ ما حدا اليوم حتى اللي بيشتغل صبايا انتم بتشتغلوا كثير على الانترنت، حتى اللي هدول بيشتغلوا منه على الانترنت هي انه شو عملوا صفحه واشتغلوا عليها وسووها وبعتوها ومدري مين، يمكن راحوا عند حدا ببيع ثياب قال له انا بروح بقدر ابعلك هي الثياب، هي ما كلفت شيء يعني، هي صح. ما في ظروف بالقصة 100%. تمام، وبالتالي اليوم ما في حدا ما بيقدر يعمل شيء من ولا شيء، لانه هي القصه الاتكاليه انه انا ما عندي براس مال، ما عندي ما بعرف حدا يساعدني. هون دائما هي النظره السلبيه هي مبرر شخصي ذاتي لبرر فشلي فيه، ولكن اذا بدي انجح بدي اتكل على هذا الفشل لانجح فيه. ماما انا نحن بدنا نتشكرك كثير على صباح الحلو، وبنتمنى انه كل العالم يمتلكوا مهارات ويطوروا مهاراتهم لحتى تعمر هالبلد. اكيد شكرا كثير لك دكتور عمار دلو. شكرا، نتشكرك اكيد على وجودك معنا. شكرا لك.